إذا لا نستمع للشبه ولا ننشرها. كان هناك رجل زمن عمر رضي الله عنه اسمه عبد الله بن صبيغ، عبد الله بن صبيغ، عبد الله بن صبيغ هذا متخصص في إيش؟ في البحث عن المتشابه. وعندنا بعض الطلاب في هذه الأيام هذا تخصصه، يبحث عن إيش؟ الأشياء الشاذة صح، ويجي يوجع رأس هذا المسكين. قال اسمع أنت إيش تدرس؟ قال أدرس الصنف ثلاثة. قال إيه طيب اسمع كذا، هذا ما هو ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا أقوال من صحابة ولا سلف أمة. ما هذا؟ هذا يقول ما هذا؟ إيش؟ بدأ يسمع، هذه مصيبة، خلاص يترك كتاب التوحيد ويترك الصنف ثلاثة ويبدأ وراء الشبه. فهذا عبد الله بن صبيغ كان متخصص في إيش؟ في البحث عن إيش؟ المتشابه، مثل حال بعض الناس عندنا متخصص ما يرسل لك إلا مقاطع نساء وداعش وسب في الصحابة والروافض وكذا، صح؟ ياخر سلي إيش؟ كلام سلف، كتب السلف، أقوال السلف الصالح، صح؟ نور وخير. المهم عمر رضي الله عنه أخذ هذا عبد الله بن الصبيغ وكل يوم يضرب ثم إيش؟ السجن، يضرب والسجن. فقال أوقف أعطينا دقيقتين بس. طيب حط الجوال في جيبك، آيفون أحطه في جيبك. فقال عبد الله بن الصبيغ لعمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، يعني إيش؟ اقتلني اليوم، وإن أردت تأديبي ها فقد تأدبت. قال إن أردت تأديبي والله ما أعود للمتشابه، هذا إذا أردت تأديبي أنا تأدبت، لكن إذا مصر على قتلي اقتلني الآن. كل يوم يضرب ويسر، خلاص يقتل ويرتاح، مفهوم؟ فعمر رضي الله عنه تركه وأرسل وراءه أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري. ما عاد للمتشابه عبد الله بن الصبيغ، مات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. جاء من القنوات التلفزيونية، عارفينهم أنتم القنوات، هؤلاء جاءوا لمن؟ لعبد الله بن الصبيغ، قالوا مات عمر، راحت الدرة وراح السجن، ما يوجد شيء، ارجع المتشابه. قال لا والله أدبتني درة عمر، مفهوم؟ اجلس. نعم تمام. القواعد الأربع باختصار ثلاثة أقسام، قلنا الأصول الثلاثة كم قسم؟ خمسة. القواعد الأربع ثلاثة أقسام، مقدمة وفيها عنوان السعادة، لماذا ندرس التوحيد قلنا هذا دائما مع المؤلف، والقواعد الأربع، مفهوم؟ يلا من يعيد عليك؟ يلا أخي ها أنت. الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة، والثاني لماذا ندرس التوحيد قلنا أركز على المؤلف، والثالث القواعد الأربع، وانتهى الموضوع. الحمد لله كتاب مختصر واضح سهل. تمام. المقدمة دعا فيها المؤلف للطالب على عادته، دعا في الأصول الثلاثة في ثلاثة مواضع، ودعا في القواعد الأربع في موضعين، أراد بالتأليف هداية الدلالة والإرشاد، وبالدعاء هداية التوفيق لك. تمام. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من هم أولياء الله؟ ها من هم أولياء الله؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. ينام بين القبور، ويشرب الخمور ويزني ويسرق ولا يأتي بالطاعات ولا تستنزه من بولي ولا من غائطي ولا شيء، هذا ولي صح؟ والله لا شك في ولايته. ولي من أولياء شيطان، كيف تقول لا؟ ولي من أولياء شيطان.
ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الفرقان، يعني فرق كما بين السماء والأرض، بين أولياء الرحمن وأولياء شيطان. كيف تقول لا ما هو ولي؟ ولي لكن من أولياء شيطان. تمام، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. تمام، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، جعلك مباركا أينما كنت، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. في ثلاثة أشياء قال هي عنوان، تريد تكون سعيد ننظر لك في حال السراء شاكر، في حال الضراء صابر، عند المعصية مستغفر، هذا السعيد. ولو تبحث في أحوالك في هذه الدنيا أنت لا تخرج عن هذه الثلاثة أحوال، إما سراء أو ضراء أو معصية، مفهوم؟ تمام. هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا مع الدليل. هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا مع الدليل. أنت أوقف. إيه نعم، ما على طول يجيب الدليل، ما شاء الله تبارك الله أحسن الله إليك. يقول نعم النعمة ابتلاء والأدلة كثيرة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليه. صح تمام. إذن كل نعمة أنعم الله بها عليك فهي ابتلاء، اختبار، امتحان لك. كيف تنجح في الاختبار؟ هذا السؤال المهم. احنا قلنا ليس الإشكال أحيانا في الإجابة، الإشكال في إيش؟ في العمل. تمام، كيف تنجح في الاختبار؟ تنجح في الاختبار بأمرين يا أستاذ، الأول قبل النعمة والثاني بعد النعمة، الأول قبل النعمة والثاني بعد النعمة. هذا الأخ يمشي في الطريق الآن ويرى القصور والعمائر والمرسيدسات والبي ام والجوالات والايفونات والحركات، صحيح، والطائرات والسيارات. ايش يفكر اكثر الناس؟ يفكر في ماذا؟ ها، يفكر يقول لو يتعرف علي من الملك او الوزير او الملياردير ويقول يا، او مدير الجامعه، صح، أو رئيس دولة كذا، يقول تعال يا حبيبي أنت حبيبي، خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت. صح يا أخي، أكثر الناس على هذا. صح تمام. الجنة تطلب من من؟ ها، من الوزير، من التاجر، من الملياردير، من الله. لماذا؟ لأنه لا أحد يملك الجنة إلا الله. صح. طيب الرزق يملك الوزير، ها، ملياردير، تاجر، مدير الجامعة الإسلامية، ماذا صنع لنا العلماء؟ أين حكام العرب؟ إذن هذا الخلل، هذا الخلل اللي تسمعه في الأخبار وتسمع من بعض الطلاب قال ضيعونا العلماء، ما لكم على العلماء أنت؟ صح؟ اشتريت منهم بشر، وتوكل على من؟ ها؟ على الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على هؤلاء ولا تنظر إليهم، مفهوم؟ يعني عندما تمشي الآن هذا الذي يخطر ببالك هذا تعلق بغير الله، مفهوم؟ أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ أين مدري من؟ أترك هذا كله، هذا تعلق، هذا رسوب في الاختبار، مفهوم؟ تمام. إذا هذا الاختبار الأول رسوب، إلا من رحم الله. جنة ما تطلب إلا من الله، والرزق ها؟ لا يطلب إلا من الله. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله، لا عند غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، مفهوم؟ أي نعم. لا تفكر تقول الوزير التاجر وكذا، وضيعنا العلماء، وأين الحكام، وأين العروبة، وأين مدرمين، والمهم، مفهوم؟ تمام. هذا الأول قبل أن تأتي النعمة، تعلقك بمن؟ بالله لا بغيره. بعد أن تأتي النعمة، هذا اختبار أصعب من الأول، أصعب من الأول. ليش؟ لأن يقولوا ليس الإشكال حال الضراء، الإشكال، كل الإشكال حال السراء. من أين لك هذا؟ من أين حصلت الجهاز والمرسيدس والفيلا وطلبت العلم وكيف قبلت في الجامعة؟
حطين علامة في الجوال هنا عندك من يوم تطلع صح، يعني إيش؟ هذا بجدي واجتهادي وعرق جبيني، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، ونحن أغنياء ونحن كذا، وأنا مجتهد صح. أعوذ بالله، هذا كفر للنعم. سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده عرش بلقيس جاء في طرفة عين، قال هذا بسلطاني بملكي؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني، اختبار، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. مفهوم؟ لا تقول جدي اجتهادي أنا على علم الله وأهل وكذا، هذا كله كفر شرك. مفهوم؟ ايش تقول؟ ذل لسانك بايش؟ بالشكر المنعم المتفضل. كيف ذهب عنك ألم الضرس؟ قال أخذت الدواء وكذا، والطبيب حاذر والملاح والطيار صح، وعندما تنزل الطرش يصفر ويصف صحيح؟ ها؟ أعوذ بالله، كفار مكة ما يصنعوا هذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مصيبة والله أخواننا. هذا أسلوب في الاختبار رقم كم؟ رقم 2. إذا لا، النعمة ابتلاء تحتاج قبل أن تأتي إلى تعلق بمن؟ لا بغير. فما واحد يقول الحكام العرب أين العروبة؟ كلام فاضي. وبعد أن تأتي النعمة ما يقول بجدي واجتهادي وعلى علم له أهل صح، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، وقلنا حاطي لكم الجوال اليوم كذا، يعني إيش؟ بقوتي باجتهادي، والله علامات في الجوال موسيقى وكذا، من يوم تكتب دعاء يخرج لك كذا، يعني إيش؟ بوذا صح ولا؟ هذه علامة من؟ هذه علامة بوذا، من يوم تكتب دعاء يخرج كذا، صلاة يكتب كذا، يعني إيش؟ صلي لبوذا، أعوذ بالله. طيب إذن قبل أن تأتي تتعلق بالله، وبعد أن تأتي تشكر النعمة بالقلب، إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، بالجوارح تصرف النعمة في شكر المنعم المتفضل، وكل نعمة بحسبها. درس الأصول الثلاثة يعلمها الناس يتعلمها ويراجعها نعمة شكرها، لا يراجعها ولا يحفظ ولا يعلمها الناس نعمة كفرها، صح؟ نعم تمام. هذا أي موضع الآن من السعادة؟ الأول، ما زلنا في الأول. إذا أعطي شكر، وضده إذا أعطي كفر. ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر، ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر، وقليل من عبادي الشكور، إنه كان عبدا شكورا. مفهوم؟ تريد النعم تأتيك؟ أشكر الله على كيف الحمد لله، كيف الأخر والله في نعمة. تمام. لأنه بعض الناس نسأل العافية والسلامة دائما إيش؟ متأفل. طيب الثاني، إذا ابتلي صبر. إذا إيش؟ ابتلي صبر. الناس عند الابتلاء عند المصيبة أقسام أربع: متسخر وصابر وراضي وشاكر. هذا أحوال الناس عند الابتلاء عند المصيبة. متسخر، التسخط كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى الشرك الأصغر، وقد يوصل إلى الأكبر. كيف يتسخط؟ بقلبه، بلسانه، بجوارحه. يتسخط بقلبه، ما يرضى بقلبه، يقول لماذا أنا وهذا لا يأتي الشيء. مفهوم؟ باللسان أف يا لهوي، يصرخ يسب. بالجوارح أيش يصنع؟ يكسر، يشق الجيوب، ينتف الشعور، يلطم الخدود صح؟ بالسيارة يقول عندنا يفحط، ما أدري والله إيش كيف تترجم لهذول يفحط، ما المهم بالسيارة يسرق. مفهوم يا أخي؟ أي نعم تمام. هذا تسخط.
هذا حكمه كبيرة، وقد يصل الشرك الأصغر، قد يوصل الأكبر، اعتراض على القضاء القدر. واليوم لو تفرج الأخبار يجيبوا صور على هذه، صح؟ تمام. الثاني من الناس إيش؟ القسم الثاني صبر. والصبر مثل اسم مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. الصبر واجب بالإجماع، واجب بإجماع الأمة، لابد تصبر، مفهوم؟ والصبر مثل اسم مر مذاقته. الآن تشرب الدواء، صح؟ الدواء طعم مر ورائحة كريهة، صح؟ فتشرب وتتصبر، لماذا؟ لما يترتب عليه من علاج وشفاء بإذن الله، سبب، صح؟ فالصبر مثل إيش؟ شرب الدواء. المصيبة شاقة عليه، ما الذي يمنعه من التسخط؟ إيمانه بالله، مفهوم؟ والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الثالث الرضا، يعني عنده المصيبة والنعمة سواء، ما هي مرة، المصيبة ليست مرة كالدواء، ليس مثل الصابر، هذا أعلى منه درجة. لماذا؟ قال لي تمام، رضا بربي، يعلم أن ما أصابه فهو من الله، كل ما كان من الله فهو خير، مفهوم؟ إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن، مفهوم؟ أعلى المراتب من؟ شاكر. عند المصيبة شاكر. وضربنا لكم مثالا أمس، من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن يكتب رسالة لأمه ولإخوانه وقال وأما بنعمة ربك فحدث، أين؟ هذا هو في السجن، إذا خرج إيش يقول؟ مفهوم؟